اهلا بيكم ابطال سنه رابعه ابتدائي. النهارده هنكمل مع بعضينا الدرس الثاني في الوحده الثالثه، شخصيات واحداث الدوله الوسطى. احنا اخدنا المره اللي فاتت لو انتم فاكرين الدوله القديمه، وقلنا ان الدوله القديمه دي عصر بنات الاهرام، لكن الدوله الوسطى دي عصر الازدهار الاقتصادي او التطور الاقتصادي او التقدم الاقتصادي. بس قبل ما اقول الدولة الوسطى، عايزين نعرف مع بعضينا هي ازاي الدولة القديمة سقطت. دولة كانت بقوتها وتقدمها في العمارة وان هي بنت الاهرامات، ازاي سقطت الدولة القديمة؟ اول حاجة، اي دولة قوية ليها مظاهر ضعفها فدي بتؤدي الى السقوط. طب ايه هي المظاهر؟ قال لي اول حاجة انتشار الفوضى. لما الفوضى تكون منتشرة، الوحدة بتاعت البلد نفسها بتكون مفككة، طب بتؤدي لتفكك وحدة البلاد، والحكومة كمان مش هتقدر تسيطر على الوحدة على التفكك بتاعها، ومش هتقدر تسيطر على الفوضى اللي انتشرت بين الشعب. يبقى أسباب سقوط الدولة القديمة 3 حاجات: انتشار الفوضى، تفكك وحدة البلاد، انهيار سلطة الحكومة بيها. طيب، عصر الدولة الوسطى زي ما قلنا هو عصر الرخاء الاقتصادي، والملك اللي أسس الدولة الوسطى ملك كان اسمه الملك منتو حتب الثاني، قدر يسيطر على البلاد مرة تانية بعد ما كان مفككة وبعد ما كانت الفوضى منتشرة فيها والحكومة انهارت. الملك منتوحتب الثاني قدر يسيطر على الكلام ده كله وقدر يأسس عصر الدولة الوسطى. طب ليه سميت عصر الدولة الوسطى بعصر الرخاء الاقتصادي؟ لأن معظم ملوك الدولة الوسطى دي كان كل اهتمامهم قائم على عمل المشاريع الاقتصادية زي الري، زي الزراعة، الصناعة، التجارة، وبالتالي أي مشاريع دي بتؤدي إلى ازدهار البلاد وتؤدي إلى تقدمها الاقتصادي. يبقى عصر الدولة الوسطى اللي يسمى بعصر الرخاء الاقتصادي علشان في مشاريع اقتصادية زي الري والزراعة والصناعة والتجارة، وبالتالي أدى إلى ازدهار والتقدم. أشهر ملوك الدولة الوسطى، أنا عندي 3 ملوك، طبعا الملك البيج بوس الكبير اللي هو أسس الدولة الوسطى، الملك منتوحتب الثاني، الملك سنوسرت الثالث، الملك أمنمحات الثالث. أول ملك، الملك منتوحتب الثاني. الملك منتوحتب الثاني احنا خدناه من أول الدرس إنه قدر يعمل وحدة البلاد مرة تانية، يعيد وحدة البلاد مرة تانية، قدر ينشر الأمن والاستقرار، قدر إن بدأ أو رجع طيبة مرة تانية عاصمة للبلاد. يبقى عمل 3 حاجات الملك منتوحتب الثاني: أعاد وحدة البلاد، نشر الأمن وإعادة الاستقرار، اتخذ من طيبة عاصمة للبلاد. الملك الثاني، الملك سنوسرت الثالث. الملك سنوسرت الثالث وده عمل حاجة مميزة باسمه، إن هو حفر قناة سماها قناة سيزوستريس، من اسمها سونوسرت يبقى اسم قناة سيزوستريس. قناة سيزوستريس دي كان عايز يعملها ربط البحر الأحمر بنهر النيل، رقم 1. رقم 2، الملك سنوسرت الثالث اهتم بالجيش. اهتم بالجيش، طب ليه؟ زي الملك مينا وزي الملك، هو نفس الفكرة، انه امن حدود البلاد والدفاع عنها. يبقى الملك سنوسرت الثالث اهتم بالجيش لتأمين حدود البلاد، حفر قناة سماها قناة سيزوستريس علشان تربط بين البحرين، بالبحر الاحمر سوري ونهر ايه اني ادينا شايفينها قدامنا. طيب، ايه بقى الاختلاف بين قناة سيزوستريس اللي عملها سنوسرت الثالث وقناة السويس الموجودة حاليا؟ أول حاجة، قناة سيزوستريس احنا قلناها أول الاختلاف انها ربطت بين البحر الأحمر ونهر النيل، لكن قناة السويس ربطت بين البحرين الأحمر والمتوسط. تمام، ده الاختلاف. أما التشابه، وده ممر ملاحي تستخدمه في تنشيط حركة التجارة وتؤدي لدخلا بتحقق دخلا قوميا كبيرا. ده التشابه والاختلاف ما بين قناة سيزوستريس وقناة السويس.
بعد كده عند الملك الثالث الملك امنمحات الثالث، وده الملك امنمحات الثالث زي ما احنا شايفين قدامنا عمل هرم بالقرب من فيوم، عمل معبد اسمه معبد التيه. ولما نكبر كده نوصل في اولى اعدادي هناخد حاجه اسمها اللي هو اسمه الابرنت. المهم انه بنى معبد كبير سميناه اسم معبد التيه، بنى هرم بالقرب من فيوم، عمل سد اسمه سد اللاهون، وده لحمايه الارض من الفيضان ولزياده المساحه المنزرعه. اهتم بشؤون الري والزراعه عموما. لو قال لي سؤال ايه الدليل بتاعك ان الملكة من نمحات الثالث اهتم بشؤون الري والزراعة؟ عمل سد اللاهون لزيادة المساحات المنزرعة وحماية الارض من الفيضان. طب ايه الدليل انه اهتم مثلا بالعمارة؟ انه بنى هرم بالقرب من فيوم وبنى معبد كبير اسمه معبد التيه. في عصر الدولة الوسطى تعرضت الدولة لغزو الهكسوس، والهكسوس دول قبائل جو من وسط آسيا، استخدموا سلاح اسمه سلاح العجلات الحربية في الحرب ضد الجيش المصري أو ضد المصريين عموما. طيب ايه اللي خلى الهكسوس يقدروا يحتلوا مصر بسرعة؟ أول حاجة طبعا احنا قلنا أي دولة في عصر قوة ليها وعصر ايه ضعف. الهكسوس لما احتلوا مصر كانت الدولة الوسطى ضعيفة والحكام بتاعتها ضعاف، فأدى بسبب ضعف الحكام، كان كل ملك يصارع الملوك التانيين علشان يقدر يسيطر على الحكم، يعني قصة الصراعات بين الحكام، انتشار الفوضى طبعا. وبالتالي قدر الهكسوس نجحوا في احتلال شمال مصر وأخذوا من مدينة أوريس عاصمة ليهم. يعني لما يكون في الامتحان كانت عاصمة الهكسوس ايه؟ مدينة أوريس، وقدروا يحتلوا شمال مصر. أوريس دي صنع الحجر بالشرقية حاليا يعني. طب هل اللي احنا كمصريين حبينا الهكسوس ولا كرهناهم؟ طبعا احنا كرهناهم. ليه كرهناهم؟ لأن معاملة الهكسوس كانت سيئة بالنسبة لنا. الهكسوس هدموا المعابد اللي احنا كنا بنتعبد فيها، الهكسوس خربوا الآثار المصرية وهدموها، يعني بهدلوها خالص. ليه المصريين كرهوا الهكسوس؟ سأل الهكسوس معاملة المصريين، هدموا المعابد المصرية، خربوا كثير من الآثار المصرية القديمة. طب مين هم الهكسوس تاني مرة؟ هم قبائل رعوية جاءت من وسط آسيا، استخدموا العجلات الحربية في حرب على مين؟ مصر. إيه الكفاية؟ هل إحنا كمصريين هنسيبهم ولا هنحاربهم؟ لا طبعا هنحاربهم. أول ملك قاد حملة الكفاح ضد الهكسوس والملك سقنن رع، وده طبعا استشهد في الحرب قتل. جه بعديه ابنه الملك كاموس، وده الابن الاكبر لسقن نرع، برضه استشهد في الحرب. جه بعديه الملك احمس، وده الابن برضه الاصغر لسقن نرع واخو كاموس، قدر يهزم الهكسوس وادخل سلاح اسمه سلاح العجلات الحربيه. كان في شخصيه من ضمن الشخصيات اللي ساعدت احمس على يهزم الهكسوس وتشجيعه هي امه اسمها الملكه اياحطب. دي قدرت بتشجيعها ودعمها لابنها احمس ان يدرك الهكسوس، واخرجهم من مصر وطردهم خارج البلاد. ولما طرد الهكسوس من مصر احمس قدر يوحد اقاليم البلاد. يعني ما النتائج المترتبه على هزيمه الهكسوس على يد احمس؟ تمكن احمس من توحيد اقاليم البلاد. طيب احمس انه وقت سلاح منظر سلاح العجلات الحربيه، و ازاي نجح ان يطرد الهكسوس مع انه الهكسوس يعني ابوه حاول ما قدرش، اخوه حاول ما قدرش، لكن فكرة احمس انه قدر يكون جيش قوي مجهز بسلاح اسمه سلاح العجلات الحربية. كده الدرس التاني عصر الدولة الوسطى خلصناه. ذاكروا كويس، بالتوفيق والنجاح للجميع. ربنا معاكم اولادي.